طبعا مساءكم مشاهدينا، انا لارا نبهان وهذه الاخبار الليله نبداها بالعناوين. البرهان حشد دعما في قطر وعاد، والإيجاد تسعى لتوحيد مبادرات السلام. الخارجية الأمريكية تؤكد عبر الحدث أن لا حل عسكريا في السودان، والجمعة المعاقب يرد على بلينكن. بين واشنطن وطهران شد حبال بين ناقلات نفط وتحرير مساجين، وإيران تتهم الأمريكيين بتمويل الشغب. النهضة تواصل انحدارها، فبعد الملاحقات القضائية خلافات داخلية وصراع أجنحة يخرج إلى العلن. محادثات بين مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر، ولا خوف على سفير باريس في نيامي. البداية حول السودان، وجولة خارجية ثالثة لقائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعد 5 أشهر على بدء الحرب بين الجيش والدعم السريع، حيث التقى في الدوحة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث البرهان حشد دعم للجيش وعرض السبل لإنهاء الحرب في بلاده. وتضمنت المباحثات مناقشة التطورات الحالية التي يعيشها السودان في ظل الصراع الدائر والطرق السلمية للوصول إلى اتفاق سلام شامل ومستدام. وكان البرهان وصل إلى الدوحة صباح اليوم يرافقه وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل. وبحسب مكتب البرهان، فقد أكد رئيس مجلس السيادة أنه أطلع القيادة القطرية حول تطورات الأوضاع، مضيفا أنه في القريب سيتم القضاء على التمرد وفق تعبيره لينعم الشعب السوداني بالسلام والاستقرار. وتابع أن المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب، ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخرى، وختم بأن الجيش ماض في استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد إنهاء التمرد. ولدى عودته إلى بورت سودان كان تصريح لوزير الخارجية السوداني، نستمع. أكدت القيادة القطرية دعمها اللامحدود لوحدة السودان وسيادته على أراضيه وحرصها على سلامة مؤسسات الدولة خاصة القوات المسلحة السودانية، واتفق الطرفان على تنفيذ شراكات اقتصادية عاجلة تعود بالمنفعة للطرفين. وأكدت القيادة القطرية على استعدادها للوقوف مع السودان ودعمه ومساعدة الأجهزة المختصة سواء كان فيما يتعلق بالعمل الإنساني أو الاستثماري أو الاقتصادي. ومن بورت سودان معنا مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب. مساء الخير لك لينا، أهلا بك بالأخبار الليلة. نتابع معك تفاصيل التطورات السياسية والتصريحات هذه إلى جانب ما رشح اليوم عن تطورات ميدانية. مساء الخير عليك لارا. عاد اليوم رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني من هذه الزيارة الثالثة له إلى خارج البلاد. نذكر بأن الأولى كانت إلى جمهورية مصر، والثانية إلى دولة جنوب السودان، والثالثة إلى قطر. ناقش خلالها تعزيز العلاقات الثنائية وسبل إنهاء الحرب. طبعا كانت هناك تصريحات سابقة للجيش السوداني تتحدث بأن هناك طريقة يرغب بها الجيش في إنهاء هذه الحرب، وتتعلق
طبعا إبعاد الدعم السريع عن المناطق التي انتشر وتواجد فيها، سواء كان في العاصمة الخرطوم أو في ولايات سودانية أخرى. على الصعيد الميداني لارا، في بورسودان طبعا الأجواء هادية لأنها بعيدة عن أي نزاع، ولكن هناك بعض الأقاليم الملتهبة خاصة في ولايتي غرب وجنوب دارفور. الاشتباكات القبلية ما زالت متزايدة، أعداد القتلى في تزايد، عدد النازحين الآن يتجاوز الآلاف، سواء كانوا نازحين من داخل تلك الولايات إلى ولايات أخرى أو حتى إلى دولة تشاد. على صعيد الخرطوم الأوضاع الميدانية كما هي كل يوم، تحدث اشتباكات متقطعة في الخرطوم وكذلك في أم درمان، ويسمع دوي إطلاق نار من كلا في عدد من المناطق بين الجانبين، تحديدا في منطقة أم درمان. طيب لينا، بالنسبة لجولات البرهان، نتحدث عن الجولة الثالثة التي انتهت، ولكن هل الجولة الرابعة المرتقبة هي الزيارة إلى نيويورك والمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة؟ قد تكون لارا هناك زيارة قبل الذهاب إلى نيويورك. طبعا يبدو أن هذا الوفد سيكون وفد أكبر من المعتاد. نلاحظ أن زيارات البرهان سواء كان إلى دولة جنوب السودان أو إلى مصر رافقه فيها مدير المخابرات وكذلك وزير الخارجية، ولكن يبدو أن لنيويورك سيكون الوفد أكبر. أول تصريح رسمي صدر كان من جانب وزير المالية، حيث قال إنه سيغادر إلى نيويورك وسيترأس طبعا الوفد البرهان، ولكن قبل ذلك يتوقع أن يقوم البرهان ببعض الجولات. أيضا يتوقع أن تكون له زيارة إلى المملكة العربية السعودية قبل زيارته لنيويورك. أيضا ستكون لديه جولات داخلية، هو أيضا هذه هي المحطة الثالثة، كانت المحطة الأولى ولاية نهر النيل بعد أن خرج من مقر إقامته في القيادة العامة بالخرطوم، كانت الثانية إلى بورت سودان وكانت الثالثة إلى ولاية كسلة. يتوقع أيضا أن يقوم بجولات داخلية أخرى من بينها ولاية القضارف، وبذلك سيكون زار ثلاثة ولايات بشرق السودان. شكرا جزيلا لك لينا على كل هذه الإيضاحات من بورت سودان. إذن مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب. في الموازاة، أعلنت الخارجية الأمريكية في تصريحات للحدث أن على طرفي النزاع إنهاء الحرب وألا حل عسكريا لهذا الصراع. تأتي هذه التصريحات غداة ما وصف بالتضييق الأمريكي على الدعم السريع، بعد أن اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوات الدعم بارتكاب فظائع وانتهاكات في دارفور، من بينها القتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ولفت بلينكن إلى أن عبد الرحمن جمعة تحديدا مع قواته هو المسؤول عن مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه، وفي الإثر رد قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور المشمول بالعقوبات الأمريكية عبد الرحمن جمعة بالقول إن قواته لم تشارك في أي معارك ضد مجموعات سكانية بالجنينة، وطالب جمعة بضرورة حضور لجنة محايدة إلى غرب دارفور للوقوف على ما جرى ميدانيا، مبينا احترامه لكافة الإجراءات بحال ثبت تورطه في الأحداث بغرب دارفور. أنا أدافع عن نفسي، أنا أدافع عني مجلس التحقيق، لكن على كل حال أنا ما شاركتها، لكن لو اتهموني هسي الليلة لو داروني أنا ما جبان، لو داروني الليلة بمشي بسافر بمشي لهم قبل بكرة، لكن أنا بطلبهم أن يجوني في الجنينة وطلبتهم أن يجوني في الجنينة عشان يتأكدوا. الناس اللي ودوا المعلومات دي عبارة عن تلفك وأكاذيب وما من الصحة، وحقهم يسألهم يقول لهم أنتوا الكلام اللي قلتوه ده الدعم السريع سبب فيها؟ هل أنت شفتها قائد قوات الدعم السريع شال بندقية وهو تحرك بعربات وحارب؟ حقهم يسألوا الأسئلة دي، ما يتهموني كده. هل يسألوا يقولوا سعادة الفريق عبد الرحيم هل هو وجه هل هو تحرك؟ يسألوا الأسئلة دي، لكن الكلام ده ما صاعه، الكلام ده كله كلام تلفيق وما أنا بشوفه ما عنده قيمة. ونذكر هنا أن قوات الدعم السريع هي في الأصل قوى الجنجوي التي ظهرت عام 2013 بشكل واضح، كانت تقاتل نيابة عن الحكومة السودانية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير خلال الحرب في دارفور، ووجهت لها اتهامات حينها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. هذه القوات يقودها الفريق أول محمد حمدان دجل المعروف باسم حميتي، ويقدر عدد عناصرها نحو 100,000 عنصر قبل هذه الحرب الأخيرة التي اندلعت في منتصف إبريل الماضي.
مع مرور الوقت نمت تلك القوات واستخدمت كحرس حدودا على وجهة الخصوص لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية، وهو ما وسع المصالح التجارية لحميتي، حيث استحوذت عائلتها على أنشطة كبيرة في مجالات تعدين الذهب وتربية الماشية وحتى البنية التحتية. في 2017 أقر السودان قانونا يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمنية مستقلة، وفي إبريل 2019 شاركت الدعم السريع في الإطاحة بالبشير. في وقت لاحق من ذلك العام وقع حميد اتفاقا مع القوات المسلحة وقلد منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وهو طبعا الرئيس عبد الفتاح البرهان الذي هو قائد الجيش. وقبل التوقيع في العام نفسه اتهم نشطاء الدعم السريع بالمشاركة في قتل عشرات المحتجين المطالبين بالديمقراطية وبممارسة العنف القبلي. في يوليو تم تعديل قانون الدعم السريع بحذف مادة منه تلغي خضوعه لأحكام قانون القوات المسلحة، وهو ما عزز من استقلالية قوات الدعم السريع عن الجيش. كذلك شاركت هذه القوات في إجراءات عام 2021 التي عطلت العملية الانتقالية نحو إجراء انتخابات. وفي مارس الماضي طالب رئيس مجلس السيادة والقوى المؤيدة للديمقراطية بدمج الدعم السريع في صفوف الجيش السوداني، ما أثار التوتر بشأن الخطة الانتقالية لتندلع حرب دامية بين الدعم السريع والجيش، ما زال المواطنون يدفعون ثمنها حتى هذه اللحظة. ولمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي عبد المنعم ربيع، ومن واشنطن تنضم إلينا الصحفية السودانية فاطمة غزالي. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى هذا المساء. سيد عبد المنعم، مع حضرتك أبدأ. ما بين الضغوط الخارجية، العقوبات التي نزلت على شقيق قائد قوات الدعم ونائب هذه القوات، وما بين الضغوط الداخلية، قرار البرهان بالأمس بحل قوات الدعم السريع، ما الذي يفهم ويعني ما هي آلية التعاطي؟ أولا السلام عليكم ولضيفتك الكريمة ولكل المشاهدين الكرام. أنتم ذهبتم في التقرير إلى مغالطات عجيبة جدا، وحاولتم أن تربطوا ما بين الدعم السريع وقوات الجنجويد وتجريم الدعم السريع، وأنا أفتكر في مغالطات يجب تصحيحها. أولاً الدعم السريع لا علاقة له بالجنجويد. الجنجويد إذا مسكت تاريخهم في دارفور دي كانت مرحلة في صراع أخذ طوابع قبلية وإلى ما ذلك. أما قوات الدعم السريع فهي قوات أنشئت بناء على قانون، وقادتها جميعاً غير مطلوبين في أي محكمة ولم تمسهم أي تهمة، لا القائد الأول للدعم السريع ولا القائد الثاني. يعني قوات الجنجويد لا تندرج ضمن إطار قوات الدعم السريع أستاذ عبد المنعم؟ لا تندرج أحد من الجنجويد موجود اليوم بالدعم السريع، ولا حتى سيد حميدتي. قوات حميدتي لم يكن في يوم من الأيام يتبع للجنجويد، تلك قوات مرت بمراحل من حرس الحدود وغيرها، وكانت قيادتها تحت إمرة موسى هلال، وديك القيادة مختلفة تماما. أما الدعم السريع وقائد الدعم السريع وقوات الدعم السريع الموجودين الآن غير مطلوبين في أي جريمة، وبدليل أنه يتعاونوا في قضايا الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وهذه قوات أنشأت وفقا لقانون عرض في البرلمان سنة 2017 من برلمان منتخب يمثل الشعب، ولذلك تستمد مشروعيتها من هذه المؤسسة. اختلفنا أو اتفقنا في الآليات التي أتت بذاك البرلمان، لكن هذه قوات منتخبة. لذلك أرجو أن لا يتم الخلط، لأن هنالك الآن صراع سياسي، هنالك من يريد أن يجرم الدعم السريع لمجرد خلاف سياسي. الذين يتحدثون إن الدعم السريع ارتكب انتهاكات وغيرها
فليذهبوا إلى المحاكم. من الذين تريدهم المحاكم الآن؟ إذا ذهبت إلى محكمة الجنايات الدولية لديها لسه فيها 55 شخص، لا يوجد واحد منهم الآن من قادة الدعم السريع، أغلبهم وغالبهم هم رموز النظام السابق بما فيهم البشير وأحمد هارون. والمحكمة بعد سقوط النظام طالبت بأن يمسل هؤلاء للعدالة، ولكن تعلمي أن الجيش كان يحكم البلد وكان وقف حجرة عسرة أمام تسليم هؤلاء. أما ماذا عن الآن سيد عبد المنعم؟ ماذا عن الآن؟ يعني في عقوبات فرضت على هؤلاء الأشخاص بالأسماء، وفي إجراءات تؤخذ بالداخل كذلك تجاه الدعم السريع. ماذا عن هذه الإجراءات على الجهتين؟ أولا خليني أمشي على الخارج. على الخارج القرار الذي صدر بالأمس من الخزانة الأمريكية هو قرار سياسي وليس قرار جنائي، هي إدانة سياسية باعتبار أنه أمريكا تريد أن تقول أنها ستفرض عقوبات على قادة الطرفين، ومن قبل فرضت عقوبات على 10 من قادة الجيش وفرضت حظر على 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 تسليح الجيش السوداني، والآن هي فرضت حظر على عبد الرحيم دقلو باعتباره حظر سياسي وليس جنائي. لا توجد جريمة تدين عبد الرحيم دقلو بقدر ما إنها كرت سياسي ترفع الإدارة الأمريكية الآن في وجه قادة الدعم السريع وفي وجه قادة المؤسسة العسكرية. طيب. باعتبار أننا نريدكم أن تذهبوا إلى طاولة السلام وتقروا السلام، لكن لا توجد إدانة جنائية لعبد الرحيم دقل، ولا توجد الإدانات دائما تصدر من محاكم، وهذا ما لم يصدر حتى الآن. أستاذة فاطمة، هل توافقين سيد عبد المنعم الرأي أنه هذا فقط كارت سياسي، لا توجد إدانة فعلية لقوى الدعم السريع؟ وأيضا لنضع أصلا هذه التطورات بإطار ما يحصل، ماذا بعد هذه الخطوات الداخلية والخارجية؟ أولا تحية لك لآراء ولكل مشاهدي القناة، وشكرا لضيفك الكريم. نعم يمكن أن تكون عقوبات سياسية، ولكن أيضا فيها الجانب الإنساني. تعلمين أن هذه الحرب أيضا يعني المشهد الإنساني فيها يشكل عنوان هذه الحرب، والمعاناة التي يعني شهدها الإنسان السوداني تجعل الإدارة الأمريكية أيضا تفكر في هذا الوضع الإنساني. تعلمين أن الإدارة الأمريكية سواء كانت الديمقراطيين أو الجمهوريين كثيرا ما يتعاطون مع القضايا التي تتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان أو قضايا الحروب، وتعلمين أيضا أن هذه أيضا تستخدم في العمليات الانتخابية. لذلك يعني الرؤساء الأمريكان لا يريدون أن يكونوا محرجين أمام الرأي العام الأمريكي حينما تكون هنالك فظائع وإشكاليات إنسانية ويكون هنالك صمت. هذا نعم أيضا لا يخلو من مسألة البعد السياسي حاضر في هذه يعني العقوبات التي فرضت، ولكنها ليست يعني كما تعلمين هي بالشيء المؤثر في ميدان المعركة. المهم الآن ليس يعني ما فرضته الإدارة الأمريكية من عقوبات على الدعم السريع، المهم الآن كيف يعني أن توقف هذه الحرب. الآلية لإيقاف الحرب هذه هو المهم، وهذا هو ما يهم المواطن السوداني. إذا فرضنا جدلا أن هذه العقوبات الأمريكية قد تؤثر في ميزانية الدعم السريع فيما يتعلق ب يعني نفقات الحرب أو فيما يتعلق بالتسليح، تعلمين تماما أن هنالك شركات لم تطعها هذه العقوبات، وهنالك شركات أيضا لم تقم باسم الدعم السريع أو لم تقم ب يعني باسم نائب يعني هي عقوبات رفع عتب يعني فقط للمخاطبة الداخل وعدم يعني تجاهل الرأي العام الداخلي الأمريكي. أستاذة فاطمة، نعم هذه الأبعاد مختلفة. نعم يعني هذا البعد حاضر، البعد الإنساني حاضر في هذه القرارات، البعد السياسي حاضر فيها، البعد المتعلق بالرأي العام الأمريكي أيضا حاضر. تعلمين أن السودانيين أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية ويبذلون كثير من الجهود، يذهبون إلى مخاطبة يعني مجلس الشيوخ، أيضا يتحدثون مع أعضاء مجلس الشيوخ للخارجية الأمريكية، هنالك تظاهرات تدعو للسلام والعملية السلمية تنتظم في البيت الأبيض أمام الكونغرس الأمريكي. هذه كلها يعني لديها نتائج، ولكن أيضا رسالة أيضا للجيش السوداني بأنك بما أنك طرف في الحرب غط يعني تطالك هذه العقوبات بصورة أوسع. نعم هنالك شركات أيضا تابعة للجيش السوداني يعني طالتها العقوبات الأمريكية، هذا واضح، ولكن أيضا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد أن تحرك يعني الوضع الراكد يعني الآن لا صوت
يعلو صوت فوق صوت البندقية رغم الحركة المكوكية للبرهان في زيارة العديد من دول الجوار، بدءا يعني بمصر مرورا بجنوب السودان والآن بدولة قطر وكثير من الجولات، ولكن ما هي نتائج هذه الجولات وما هي نتائج المبادرات الكثيرة المتناثرة هنا وهناك؟ يعني الآن ما يهم الرأي العام السوداني الآن ليس العقوبات الأمريكية ولكن يهمه كيف يصل إلى مرحلة السلم ويخرج من حالة لا سلم تهدد الإنسان. بموضوع تعدد المبادرات وحتى توحيد هذه المبادرات، في كلام لإيجاد لافت اليوم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ضيفي الكريمين حتى أذهب إلى هذا الخبر ومن ثم نعود إلى حوارنا. منظمة إيجاد قالت إن رؤساء مجموعتها الخاصة بملف السودان سيعقدون اجتماعا يضم طرفي النزاع، وأشارت إيجاد إلى أن الترتيبات تهدف إلى توحيد جميع المبادرات من أجل السلام بالسودان لمعالجة الصراع بشكل شامل، ودعت الجهات الدولية الفاعلة إلى دعم منصة واحدة وشاملة تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وحذرت من مخاطر دخول مسلحين آخرين وانتشار الأسلحة على السودان والمنطقة. اجتماع اللجنة الرباعية خلص إلى تسريع المشاورات لوضع جدول أعمال واختيار المكان وتحديد المشاركين لدعم حوار سياسي يحدد عملية سياسية يقودها السودانيون. وكانت الخرطوم رفضت رئاسة كينيا لآلية إيجاد الرباعية الهادفة لحل الأزمة السودانية، اتهمتها بعدم الحياد، لكن الرئيس الكيني قال إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تراجع عن اتهام بلاده بالانحياز. عودة إلى ضيفينا من لندن، الباحث في إذن من لندن كذلك ضيفنا السيد عبد المنعم ربيع، وأيضا ضيفتنا من واشنطن الصحفية السودانية فاطمة غزالي. أستاذ عبد المنعم، مع حضرتك أتابع في هذه النقطة، يعني اليوم إيجاد تحاول توحيد المبادرات في محاولات لرص الصفوف، هل فعليا اليوم في استعداد لدى قوى الدعم السريع مثلا بالذهاب الى ذلك، طالما انه للدعم السريع لوحدها مبادره بنفسها، هل سترضى بدمج مبادراتها مع الباقين؟ اولا قبل ان اصل الى هذه النقطه، بس لو سمحت لي، يعني اولا فيما يلي قرارات البرهان التي اصدرها، البرهان لا يملك شرعيه ليصدر قرار يحل بموجب الدعم السريع، لانه الدعم السريع انشئ بقانون وقانون اجازه البرلمان، ولذلك قراراته تعتبر والعدم سواء، لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به. اما فيما يلي المبادرات، لكن الغي بالامس هذا الموضوع استاذ، هو البرهان ذاته ملغي، هو البرهان ذاته لا يملك شرعيه، فاقد الشيء لا يعطيه، البرهان فاقد الشيء، ولكنه ما زال بمنصبه. منصبه هو رمزا، هذا يسمى، لكن انا اتكلم عن الواقع. الواقع يقول ان البرهان الان يدير السودان من اين؟ من بورسودان. لماذا خرج من الخرطوم؟ هذه قراراته لا تسوي شيء، لا تسوي ثمن الحبر الذي كتبت به، لذلك ارجو ان لا ناخذ فيها زمنا كثير، يعني لان هي والعدم سواء. بس لم تكن قوى الدعم السريع تعلم بخروجه من الخرطوم استاذ عبد المنعم؟ هو تحدثنا نحن في هذه النقطة أنه خرج من الخرطوم هاربا ولم يخرج بعملية فتحي، أو كما تحدثت مذيعتكم أو مديرة القناة من السودان أسمعها تتحدث أنه خرج، الرجل لم يخرج، في فريق بين أن يخرج وبين أن يولي الزحف من الخرطوم إلى بورسودان. والسؤال لماذا يجلس في بورسودان الآن؟ لماذا يدير السودان من بورسودان؟ ألم تكن عاصمة السودان هي الخرطوم؟ إن كان الرجل كذلك فليعود إلى الخرطوم، ونحن سنرحب به في الخرطوم إن شاء الله إن كان يستطيع أن يعود. أما بالعودة لسؤالك فيما يلي قضية السلام، أولا الرجل حينما خرج، وأنت تعلم خطابه في مصر كان يتحدث عن قضية السلام والحوار، حينما ذهب إلى القاهرة إلى الدوحة اليوم تحدث حديث آخر، يعني والرجل يتحدث دائما حديثه متناقض. لكن في خلاصة الأمر، بالأمس تحدث الرئيس ويليام روتو الرئيس وزراء كينيا، نعم، وقال أن البرهان قبل بالمبادرة بتاعت الإيجاد بالإضافة إلى المبادرة المصرية، أن تكون المبادرة شاملة وتجمع المبادرة المصرية، وهذه هي عقدة البرهان وعقدة الجيش أنه نعم. يريد أن يشرك مصر، ولا بأس أن يكون لمصر الدور، لكن أن يكون دورا إيجابيا يفضي إلى تحقيق الثورة التي سقط من أجلها آلاف حتى تتحقق دولة العدالة ودولة الحريات. الآن حسب ما أشيع أنه هو قبل بقضية الحوار، وهو لا مناص له إلا أن يذهب إلى الحوار، لأنه عسكريا لا يستطيع أن يحقق انتصارا، نعم، ولا يستطيع أن يفعل شيئا مهما أصدر من قرارات، هذه القرارات لن تعيد له شيئا، يعني ولن تعيد مقرات الجيش التي سقطت في المدرعات، في الشجرة، في غيرها من كل المواقع، يعني
نفس النقطة التي ذكرتها سيد عبد المنعم أنقلها لسيدة فاطمة، موضوع أنه يعني كان في مشكلة بين السودان رسميا وقيادة كينيا لهذه اللجنة بإيجاد، اليوم ماذا تغير حتى في قبول لهذه النقطة برأيك، وهل فعلا هناك يعني توجه لتوحيد كل المبادرات وتكون مقبولة من كل الأطراف؟ أعتقد طبعا يعني البرهان غير رأيه في موقف من أو موقفه من ال يعني الكينيا قد تغير، وهذا يأتي أيضا بضغوط، يعني واضح جدا أن الاتجاه الإقليمي أن لا بد أن تحدث عملية السلام. حتى يعني قطر التي زارها اليوم موقفها معروف أنها أيضا تتحدث عن العملية السلمية، يعني هذا هو الموقف الرسمي، وسبق وأن جلست أيضا مع قيادات الحرية والتغيير يعني فيما يتعلق بالعملية السلمية. أيضا مصر تتحدث عن السلام، خاصة أن يعني دول كمصر وكإثيوبيا كدول كينيا وغيرها تشاد، كثير من الدول متأثرة تأثير مباشر بهذا الصراع، يعني من مصلحتها أن تسعى للعملية السلمية، وأن تكون هنالك ضغوط متعلقة يعني بالخضوع لعملية التفاوض. يعني مهما طالت هذه الحرب لا بد للجلوس من التفاوض، ولا أعتقد أن هنالك يعني موقف واضح يتحدث عنه البرهان بشأن موقفه من كينيا، يعني ليس هنالك سبب واضح. نعم. إذا كان السبب هو استضافة كينيا لقيادات يعني الدعم السريع، هذا يعني هذا شأن يخص الدولة نفسها، ومن استجار بك يعني أجره وأضح من خلال هذه يعني النظرية، لو جئنا إلى النظرية كمسلمين، ولكن كإنسانيين أي دولة يلجأ إليها بعض الناس تحتضنهم، هذا طبيعي، ولا يجب أن تعاقب أي دولة في استضافة أي طرف من الأطراف. يعني كثير من يعني هذا يحدث في على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي، يعني لا قضاء في ذلك، ولكن لم يسمي ما لم تكن هنالك أسباب واضحة للبرهان، لذلك تراجع. ليس لديه ما يقدمه عن سبب رفضه لكينيا. الآن الباب مشرع وهنالك إمكانية لتوحيد هذه المبادرات، وتحدثنا أن كسرة المبادرات وتشتيت الجهود لا يفضي إلى عملية سلمية، والتنافس حول من يحقق السلام أو أي عاصمة يعني تحظى بشرف توقيع السلام، ليس هذا مهم. المهم أن يحصل للشعب السوداني على السلام. شكرا جزيلا لك ضيفتنا من واشنطن الصحفية السودانية فاطمة غزالي، والشكر موصول لضيفنا من لندن المحلل السياسي عبد المنعم الربيع. إلى فاصل نتابع من بعده في الأخبار الليلة. فرنسا غير خائفة على سفيرها في النيجر.
أهلا بكم من جديد. أقرت شركة شحن يونانية بالذنب في تهريب النفط الخام الإيراني. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، فإن شركة إمباير نافيجيشن قبلت الاتهام ووافقت على دفع غرامة قدرها 2,400,000 دولار. وكالة أسوشيتد بريس أوضحت أن الشركة اليونانية ستوضع تحت الرقابة لثلاث سنوات بعد إقرارها بتهريب نفط إيران الخاضع للعقوبات. وتظهر وثائق المحكمة أن الحكومة الأمريكية استولت على النفط الموجود على هذه السفينة. وتتعلق الاتهامات الموجهة للشركة اليونانية بناقلة النفط السويس راجان التي قامت بتحميل النفط الإيراني من جزيرة خارك في فبراير 2022. على صعيد آخر، أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية ورئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أعلن إطلاق سراح بعض السجناء الإيرانيين في أمريكا المتهمين بالتحايل على العقوبات. كما صدر أمر بالإفراج عن عدد من السجناء الذين يحملون الجنسية الإيرانية والجنسية الأمريكية، أي جنسيات مزوجة، وفق مساعد رئيس السلطة القضائية. بالموازاة، اعتقلت الاستخبارات الإيرانية عناصر قالت إنهم شبكة تمهد لأعمال شغب في البلاد، وفق ما نقلت وكالة مهر للأنباء. وأضافت الاستخبارات في بيان أن الشبكة التي تم تفكيكها تلقت دعما ماليا من وزارة الخارجية الأمريكية وبتوجيه من المعارضين في الخارج. كما أشار البيان إلى أن المعارضة جندت النساء لإثارة أعمال الشغب في البلاد من خلال دورات تعليمية داخل البلاد وافتراضية من خلال ناشطين في مجال المرأة والمجتمع المدني. أكتوبر المقبل موعد تنتظره إيران بفارغ الصبر، إذ تنتهي فيه العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها للتسلح، وسط حديث عن إبقاء عقوبات يطالب بها الجانب الأوروبي. تقارير مختلفة أشارت إلى أن إبقاء العقوبات تعود إلى ثلاثة عوامل تشمل استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، بالإضافة إلى حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي. وتمتلك إيران حاليا كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تكفي إذا تم تخصيبها لدرجة أعلى لصنع ثلاث قنابل نووية، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت تباطؤ نمو تخصيب اليورانيوم الإيراني إلى نحو ثلث، أي بتخفيف طفيف من 9 كيلوغرامات في الشهر إلى 3 كيلوغرامات، الأمر الذي يرى محللون أنه قد يساعد بتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران، ويحقق الغاية الأمريكية بإبقاء التوتر مع إيران تحت السيطرة، سواء فيما يخص برنامج طهران النووي أو حتى هجمات الميليشيات المدعومة منها على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعتبر دبلوماسيون أن التوصل إلى اتفاق أمر بعيد المنال مع مضي إيران في تشغيل أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، فيما يرى آخرون أن هناك مجال لإجراء محادثات نووية جدية ولكن بعد الانتخابات الأمريكية.
تأمل طهران في توصل المحادثات النووية إلى تسوية سياسية لإغلاق ملف مواقعها النووية السرية، ما جعلها تترك الباب مفتوحا لإجراء مفاوضات نووية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبها أسفت الوكالة الدولية لعدم إحراز أي تقدم في التحقيق المفتوح بشأن موقعين إيرانيين سريين، وكذلك في عدم حصولها على تسجيلات كاميرات المراقبة التي عطلت طهران بعضها قبل عامين. ونناقش هذه التطورات كلها مع ضيفينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، ومن طهران الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى هذا المساء. دكتور محمد، مع حضرتك أبدأ، على أي أساس يأتي التفاؤل الإيراني بموضوع رفع كل القيود على موضوع التسلح بأكتوبر مع نهاية هذا الموضوع بظل استمرار ضغوط أوروبية بشكل أساسي لتمديد بعضها؟ مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. إيران تعتقد بأنها التزمت بالاتفاق النووي بشكل كامل بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في العام 2018، وبالتالي الآن هناك احتمالين. احتمال الأول أن تستخدم الدول الأوروبية الثلاث أو أحد هذه الدول الثلاث باعتباره لا زال موجودا في إطار الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، وبالتالي يستطيع أن يستخدم آلية سناب من أجل إعادة العقوبات على إيران، وهذا مستبعد من خلال التقارير والمعلومات التي تسمعها طهران من الجانب الأوروبي. الاحتمال الثاني هو أن يأتي استحقاق أكتوبر وتنتهي، يعني يأتي يوم الانتقال، هكذا نص عليه الاتفاق النووي، يوم الانتقال هو 18 أكتوبر 2023. نعم. وبالتالي عندما يأتي هذا اليوم، حتى يبدو بأن يعني عندما يأتي هذا اليوم يوم الانتقال، بعد ذلك بأن هناك عقوبات سوف تزال على إيران، ومنها عقوبات التسليح سواء الاستيراد أو التصدير. هذا التفاؤل أيضا يأتي بناء على المفاوضات التي أجرتها إيران مع الجانب الأمريكي في سلطنة عمان برعاية عمانية في مايو الماضي، والذي أسفر كما علمنا جميعا عن هذه الصفقة، صفقة تبادل المعتقلين بين الجانبين. وبالتالي هناك يبدو أشياء، يعني أمور غير معروفة أو لم يعلن عنها، تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وبالتالي يبدو لي بأن الأسابيع الثلاث الماضية أو الأربعة الماضية هي مرحلة اختبار. يعني منذ إعلان اتفاق تبادل المعتقلين، الأسابيع بعد ذلك هي مرحلة اختبار للجانبين من أجل الانتقال إلى مرحلة قادمة. ما هذه هي المرحلة القادمة؟ لا يعرف أحد بها، لكن هناك تسريبات تقول بأنه ربما تتعلق بإزالة عقوبات وقضايا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وربما نتحدث عن هذا الأمر في هذه الحلقة. طيب سيد وجدان، يعني أيضا نريد أن نفهم قليلا ما الذي يحدث مع الولايات المتحدة. هل هو باتفاق ضمني موجود كما يقول دكتور محمد، أو في تضارب يعني اليوم بالتعاطي مع إيران، لأنه بظل كل تخفيف القيود، إطلاق سراح سجناء قبل إطلاق الأموال مقابل السجناء، كل شيء يأتي يعني مواقف ما زالت متشددة من إيران، انتظار وقف حظر التسليح، هناك حديث تهديد كل مرة تلويح بموضوع القنبلة النووية، هناك اليوم وضع ملامة على الخارجية الأمريكية بموضوع تظاهرات داخلية. يعني لماذا ما زالت الولايات المتحدة تعطي كل هذه الهدايا علنا وضمنا، بوقت أنه حتى لو كانت إيران تقدم أي شيء ضمنا فهي علنا تظهر وأنها منتصرة؟
تحياتي لك أستاذ لارا ولضيفك الكريم ومتابعيكم الكرام. أولا فيما يتعلق بموضوع الملف النووي الإيراني وموضوع أكتوبر، الملف النووي الإيراني لم يتبقى منه شيء أيضا، حتى القضايا الجانبية المتعلقة بموضوع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى، وكما أشرت في الخبر بأنه إيران حتى لم تسمح للوكالة الدولية بالحصول على الأشرطة التي تمت تصوير ما يمكن تصويره خلال العامين الماضيين. إذن موضوع الملف النووي انتهى. كانت هنالك فرصة في سبتمبر من العام الماضي، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إيران فرصة ثمينة، كان من المفترض أن تحل مسألة الملف النووي لإيران، لكن إيران رفضت هذه الفرصة. ولذلك حتى تصريح أمير حسين عبد اللهيان فيما يتعلق بموضوع مفاوضات سبتمبر أعتقد هي تأتي في إطار أكتوبر القادم، لأن إيران تعرف تماما بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها القربيين التركيا الأوروبية سوف لن تسمح بإيران بالحصول على السلاح، شراء السلاح أو بيع السلاح، خاصة في ظل الحرب الأوكرانية الروسية. صحيح. وتزويد روسيا بالمسيرات هذا من المستبعد، وأيضا حتى موضوع الصواريخ وكان ضمن أجندة المفاوضات في جنيف، وكانت أحد العوامل المعرقلة التي هي كانت ما بين القوسين التي كان يتم الحديث عليها في الجولة السابعة والثامنة ما بين القوسين، هو موضوع الصواريخ وتدخلات إيران في المنطقة. إذن كل هذه الأمور عالقة ولم تحل حتى الآن، لكن أتفق مع ضيفك أنه موضوع تفعيل آلية الزنادة أعتقد مستبعد، ولكن قد يكون هنالك تكون هنالك صفقة بأنه إيران أن لا تقدم على بيع أو شراء الصواريخ، خاصة في ظل ما يحدث الآن من ملفات شائكة للدول الغربية بما فيها ملف الصين وأيضا ملف روسيا وأوكرانيا، ولكن دون شك سوف لن يسمح بإيران بشراء، وقد يلجؤون أيضا إلى تفعيل آلية الزناد في حال حل القضية الأوكرانية. طيب دكتور محمد، بنقطة ثانية، عندما تعلن الاستخبارات القبض على مجموعة كانت تدعم من جانب الخارجية الأمريكية وتم تدريبها من هؤلاء، في سؤال يطرح هنا عن إيران، لهذه الدرجة إيران مخترقة حتى الولايات المتحدة تدرب عناصر بالداخل وحتى إسرائيل تقوم بعمليات بالداخل؟ هذه هي يعني معركة مفتوحة ما دامت أن هناك تجاذبات سياسية وهناك مشاكل موجودة بين الجانبين، سواء كان بين إيران والولايات المتحدة، بين إيران وإسرائيل، وهناك هذه معركة مفتوحة. النقطة الثانية، قضايا التواصل الاجتماعي والندوات التي تعقد، خصوصا هناك مؤسسة في الولايات المتحدة ترعى الديمقراطية في العالم ولها فروع وأشخاص في كل دول العالم، يعني في الدول الآسيوية والأفريقية، وبالتالي جزء من الحرب الناعمة التي تمارسها الولايات المتحدة، وهناك عدد من الإيرانيين ربما ينخرطون في مثل هذه الندوات على شبكة التواصل الاجتماعي، وهذا محظور في داخل إيران، الاتصال بجهة ترعاها الولايات المتحدة باعتبار الولايات المتحدة جهة أجنبية، وهذا هو محظور، وعدد من الإيرانيين، ربما عدد من الصحفيين الذين تم اعتقالهم أيضا لأنهم يرتبطون بهذه الندوات من أجل تنفيذ برامج حكومية عبر هذه المنظمات في إطار الحرب الناعمة التي تمارسها الولايات المتحدة. بس هنا يحكى عن تدريب، عن دور كبير خاصة للنساء بإيران، هذا أمر لا يمكن فقط إدراجه ضمن NGOs، ضمن منظمات. لا، هو التدريب كيف التعامل مع القضايا، قضايا المرأة، وكيف ترويج مثل هذه القضايا، قضايا تدريبية في هذا المجال. نعم. في مجال يعني في مجال
الان جي او والتعامل مع الوضع الحركه النسائيه في ايران، خصوصا بعد وفاه المرحومه مهسا اميني، وخصوصا نحن على اعتاب الذكرى الاولى، ذكرى السنويه الاولى لوفاه مهسا اميني، وبالتالي هناك حساسيه، والسلطات الايرانيه حساسه جدا من مثل هذه الاعمال، خصوصا باي اتصال مع جهات أمريكية، وخصوصا وتحديدا الجهات التي تعمل في قضايا المرأة، قضايا الشباب. هذه الأمور حساسة، إيران حساسة جدا منها، لأنها تعتقد بأن هذه الأمور تدخل في إطار الحرب الناعمة التي تمارسها الولايات المتحدة. سيد وجدان، أعلان هذا الخبر من جانب الاستخبارات، هل هو يعني رسالة داخلية فعليا اليوم لأي شخص يريد تظاهر، خاصة ونحن نقترب من ذكرى قتل مهسا أميني، أنه فعليا اليوم أي شخص يتظاهر هو عميل وليس فقط شخص طالب بأي حقوق؟ بكل تأكيد إشارة في محلها. الهدف من هذا التصريح هو تخويف الشارع، ثانيا أنه التهديد بأنه في حال اعتقال أي طرف من الأطراف أو إذا كانت خرجت هنالك تظاهرة إلى الشارع يتم ربطها بهذه المجموعة، ودون أدنى شك أنه حتى الآن هي المجموعة غير معروفة. هذه اتهامات دائما تروج لها إيران بأنه هنالك علاقة ما بين هذه المجموعات وأيضا في الخارج، في حال لا ننسى بأنه في الداخل الإيراني من يقومون برمي العمائم في الداخل الإيراني هم من جيل الشباب الذين ولدوا في هذا النظام. اليوم بدأ المواطن يشعر بالفارق الكبير اليوم ما بين السلطة وما بين المواطن، لذلك هذه الحجج التي يروج لها النظام الإيراني أيضا لن تخيف الشارع. ولا ننسى بأنه انتفاضة مهسا أميني من سبتمبر الماضي هي لم تطفأ على الإطلاق، لأن منذ سبتمبر من العام الماضي، صحيح بعد 4 شهور تم القضاء على من هم في الشارع من خلال استخدام الرصاص الحي والاعتقالات، لكن الاحتجاجات أتت بشكل مختلف، وهو من خلال خلع الحجاب وتحدي للنظام، بمعنى أن الاحتجاجات في الداخل الإيراني لم تستمر، ولكن ذكرى مهسا أميني ستكون النقطة الاشتعال، ستعيد الشارع من جديد لمواجهة النظام. ولذلك هنالك الكثير من الأشرطة التي تسربت من داخل السلطة، بما فيها تصريح القائد القوات الحرس الثوري في إيران بأنه في حال خرج الشارع هذه المرة سيكون نهاية هذا النظام، بمعنى أنه النظام متخوف بشكل كبير، لأنه يعرف تماما بأن الشارع من سيخرج وليس المجموعات التي يتم اتهامها بأنها مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. شكرا جزيلا لك ضيفنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، وشكر موصول لضيفنا من طهران الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. إلى النيجر الآن، حيث تستعد القوات الفرنسية المنتشرة هناك لسحب عتاد لم تعد تستخدمه بعدما علق الجيش النيجيري تعاونه معها إثر الانقلاب الذي ترفض باريس الاعتراف به، وذلك بانتظار أن يبت الإليزي بمصير هذه القوات. وأقرت وزارة الدفاع الفرنسية بوجود مباحثات بين الجيشين النيجيري والفرنسي حول سحب بعض العناصر العسكرية من النيجر. وكشفت صحيفة لوموند أن لا خوف على سفير الفرنسي سيلفان إيتيل محاصر في عاصمة النيجر. المزيد مع زميلة نور الحسني. لا تزال تبعات انقلاب النيجر متواصلة لتخرج المباحثات العسكرية التي كثر الحديث عنها من السرية إلى العلن. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، تسعى باريس لحماية نحو 1500 جندي فرنسي ينتشرون في 3 قواعد بالنيجر. وكشفت الصحيفة تفاصيل اتفاق سري يتضمن انسحابا جزئيا لفرنسا ونقلا للأسلحة الدقيقة إلى الخارج، ما يكشف أن باريس رضخت بالفعل لضغوط المجلس العسكري في النيجر. لكن لوموند أشارت إلى أن القرار السيادي يبقى بيد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لا يزال يرفض التعامل مع المجلس العسكري في النيجر رغم المناقشات التي تناولت إعادة نشر جزء من القوات الفرنسية المتواجدة هناك. ويرى مراقبون أن إعادة الانتشار العسكري قد تسمح لباريس بالحد من خسائرها الدبلوماسية والعسكرية في حال استمرار التوتر مع سلطات الانقلاب.
في الأثناء يتواصل حصار السفير الفرنسي في قاعدة عسكرية نقل إليها من سفارة بلاده في العاصمة نيامي، لكن لوموند قالت إن مقر السفارة كان يحوي مؤونة غذائية تكفي لأعضاء السلك الدبلوماسي، وأنه بمحيط السفارة بئر يستغله طاقم السفارة لتيسير أمورهم اليومية. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أكد أن مسؤولين عسكريين فرنسيين ومن النيجر يجرون محادثات للتنسيق اللوجستي على الأرض في النيجر التي لطالما اعتبرتها فرنسا نقطة نفوذ جيوسياسية مهمة لمصالحها في القارة الأفريقية. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من باريس الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد سيف الدين. مساء الخير دكتور محمد، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. يعني مساء النور. في إعلان لمفاوضات بين الجيشين النيجري والفرنسي، ولكن مطلب الجيش النيجري انسحاب كامل، فرنسا تفاوض على انسحاب جزئي. فعليا أصلا لنبدأ بموقف فرنسي، مجرد الانسحاب الجزئي أليس يعني تنازلا من الفرنسيين؟ بالتأكيد هو تراجع عن الموقف المعلن الذي لا يزال معلنا حتى الآن، وهو التمسك بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، لكن في الكواليس وعلى طاولة المفاوضات التي قيل أنها محصورة بالجانب العسكري اللوجستي إذا صح التعبير، أو الوظيفي كما وصفه الفرنسيون، هناك ما يظهر أنه أكثر من ذلك، هناك أبعد من هذا التنسيق الميداني اللوجستي، هناك بحث من قبل باريس عن صياغة جديدة لدورها في هذه المنطقة وإمكانية المحافظة على دور ما هناك، والمستجد في المسألة هو التواصل مع السلطات الجديدة في النيجر. يبدو أن باريس أدركت الآن بأن أنها تركت أولا من قبل الأطراف الأخرى التي لم تبادر إما إلى التدخل العسكري وإما إلى التمسك بموقف سياسي مماثل للموقف الفرنسي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بدا لها أن المجلس العسكري في النيجر استطاع حتى هذه اللحظة بعد أسابيع من الانقلاب بالإمساك بمفاصل البلاد والسلطة في هذه البلاد، ويبدو أن مسألة عودة الرئيس بازوم بدت يعني غير قابلة وغير واقعية في هذه اللحظة. فرنسا تبحث عن صيغة أخرى تحافظ على ما تبقى من مصالحها، وبالتأكيد الصفة لهذا الأمر هو التراجع خطوة إلى الخلف. لكن هناك دروس يعني من أحداث الأسابيع الأخيرة ربما تكون الواقعية السياسية هي الآن في وقتها المناسب. طيب بس يعني الواقعية السياسية الآن يعني على ما هي مبنية دكتور محمد، بوقت أنه كثير من التحليلات ذهبت للقول أنه أصلا ما حصل هو نتاج أخطاء فرنسا؟ يعني هل الواقعية هي تتضمن الاعتراف بالأخطاء الفرنسية التي مورست بأفريقيا غرب أفريقيا بشكل خاص، أو هي بس تعاطي مع أمر واقع يطرأ هنا وهناك ما بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغيرها؟ هذه الملاحظة مهمة جدا، وهذه تقودنا إلى أمر آخر، ويمكن الإجابة على سؤالك من خلال هذا الأمر. هناك تناقض بين الموقف الفرنسي في النيجر والموقف الفرنسي في الجابون، وهما انقلابان في ظرف شهر تقريبا، وبالتالي نحن نتحدث عن إجابة على سؤالك، هذا النسق الفرنسي يهدف إلى المحافظة على المصالح الفرنسية وما تبقى منها. الصيغة أو الشكل الذي يعلن به هذا الأمر وهو الاعتراف من عدمه، هذا الأمر غير مطروح. فرنسا لن تعترف بشكل علني في وقت قريب بأنها أخطأت في هذه المنطقة وأنها مارست سياسة خارجية يعني ليست مفيدة لها أو غير قابلة للاستمرار، لكن واقعيا وعمليا هي تقوم بأمور أخرى ليس بالضرورة أن تعلن عنها في وقتها الحقيقي كما يحدث الآن، لكن الأهم هو تغيير هذه السياسة والمحاولة بالشروع بسياسة مختلفة مع هذه الدول، خصوصا مع السلطات الجديدة في هذه الدول، إما هذا وإما اتخاذ سياسة موحدة على معايير موحدة باتجاه كل الدول وباتجاه كل الانقلابات التي تحدث. يعني ما الذي بقي لفرنسا بالمنطقة دكتور محمد بهذه الحالة؟
بقي مجموعة من الدول على صعيد التحالف السياسي، تشاد أهمها في هذه المنطقة الآن، وما يحكى عن نقل الجنود الفرنسيين إلى 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 هذه الدولة، لكن أيضا في تشاد هناك مظاهرات في محيط قاعدة فرنسية في فايا على حادث مقتل، نعم لأن هناك حادث مقتل لشخص من هذه الدولة على يد جندي فرنسي، والأمر يتفاعل نوعا ما. يبقى هناك علاقات لفرنسا مع دول في هذه المنطقة، تقلصت هذه الدول، كانت حوالي 12 دولة، الآن نتحدث عن 3 أو 4 دول هي ما تبقى بعلاقات قوية جدا، لكن أيضا هناك وجود لبنية تحتية اقتصادية فرنسية في هذه المنطقة تمثل حاجة لهذه الدول، وهذه الدول مع هذه الانقلابات تبحث عن الفكاك من هذه العلاقات الاقتصادية المتجذرة. للأسف دكتور محمد انتهى وقت الساعة، شكرا جزيلا لك ضيفنا من باريس الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمد سيف الدين. ختام ساعة الأولى، أعود وألقاكم بعد دقائق، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. فقلت له أخ معمر احنا كثورة شئنا ام ابينا انتهينا، اطلع انت وعائلتك واطلع لاي بلد تختار اي بلد. سؤال لك عبد الرحمن اخر جاي لي لطرابلس قابل العقيد زي واحد يائس، فقلت له محمد شو قال لك شو قلت له؟ قال لي تعال تعشى معي وانا نحكي لك. كيف اوقفت؟ كيف السجنت؟ ليش ضليتك بليبيا؟ بجد دول ذاك تعرضوا له بالتعذيب، بغداد يتعرضوا له بالتعذيب، السعد يتعرضوا له بالتعذيب، كثير منهم، أنا شخصياً لا. الأمين الأخير لمؤتمر الشعب العام في ليبيا محمد أبو القاسم الزويي، الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أمطيت ابني المروان ومروان خدعه باع 70 مليون. تجارة ازدهرت لسنوات. هو كان مخطط من البداية أن يبيع كليتي. أرقام صادمة وملفات تفتح لأول مرة. وصلت مرحلة أنه حتى يبيعني. أطفال وأعضاء بشرية في مزادات سوداء. بسهولة استياد الضحايا عن طريق شبكات التواصل. تعددت عمليات الإتجار بالبشر في العراق. تحقيق خاص ومشاهد تعرض لأول مرة عن سماسرة البشر في العراق. أنا 13 سنة. الله يخليك ما أقدر أحكي. السبت 3:30 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أطلق الجيش الروسي هجوما على مصنع أزوفستال الصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا والقصف كذلك كان متواصل. روسيا مقول بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ وقعت القذيفة الآن
والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والأمن أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه نبتعد قليلا؟ تبعات إقرار الموازنة المالية العراقية. قال السوداني في أول، هل يعقل أنه في بلد مثل العراق نسبة الفقر أكثر من 50% من السكان؟ هذه الميليشيات لا تخرج عن إطار هذه القوة المتنفذة بالعراق. هل هذا يعني استمرار أزمة أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة؟ الإقليم يجب التعامل معه ككيان موحد مستقل. هناك أخطاء كثيرة في هذا الدستور. ما هي المهام المناطة لقوات الجيش بالنسبة للحدود؟ هل يمكن لهذه الميليشيات أن تخرق سرايا السلام وتخرق التيار الصدري؟ بؤرة للدواعش في هذا المخيم ونقطة قلق بالنسبة للعراق. جماعة كتائب حزب الله باتوا الآن خارج هذا الإطار. ما الذي تعني هذه الخطوة أن يكون هناك ميليشيات جديدة؟ في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث. البرهان حشد دعما في قطر وعاد، والإيجاد تسعى لتوحيد مبادرات السلام. الخارجية الأمريكية تؤكد عبر الحدث أن لا حل عسكريا في السودان، وجمع المعاقب يرد على بلينكن. بين واشنطن وطهران شد حبال بين ناقلات نفط وتحرير مساجين، وإيران تتهم الأمريكيين بتمويل الشغب. النهضة تواصل انحدارها، فبعد الملاحقات القضائية خلافات داخلية وصراع أجنحة يخرج إلى العلن. محادثات بين مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر، ولا خوف على سفير باريس في نيامي. جديدة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في الساعة الثانية من الأخبار الليلة، والتي نبدأها من الوضع الإنساني المأزوم في السودان على وقع الحرب المستمرة. فعلى الصعيد الطبي، كشف وزير الصحة السوداني أن السلطات لا تعرف مصير أدوية ومستلزمات طبية تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار منذ سيطرة قوات الدعم السريع على المخزن الرئيسي للإمدادات في الخرطوم. وذكر الوزير أن قوات الدعم السريع سيطرت على المخزن منذ نحو 3 أشهر، ولم يتم التحقق بعد من حجم الأضرار أو النهب الذي طال الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى. كما أشار إلى أن نحو 180 مستشفى ومركزا صحيا خرجت من الخدمة كليا في ولاية الخرطوم بسبب القتال الدائر منذ أبريل الماضي. بالنسبة للمخازن والمستودعات، فقدنا المخزن الرئيسي للإمدادات في الخرطوم، طبعا توجد فيه ميليشيا الدعم السريع من أكثر من 2.5 أو 3 شهور، فبالنسبة لنا ما بنقدر ندخله، وما عرفنا إنه حجم الضرر اللي حصل فيه ولا حجم النهب التم لأدوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار أدوية ومستهلكات طبية، ما معروف هي موجودة ما موجودة، نهب منها قدر شنو. عندنا مخازن للإمداد الطبي في جنوب دارفور، ده تم حرقه بالكامل. عندنا سلاسل للتبريد اللي هي مخازن مبردة للإمدادات، دي فقدناها في 3 ولايات. إنسانيا أيضا، يعيش اللاجئون الأجانب في بورت سودان أوضاعا إنسانية مأساوية مع قلة المنظمات العاملة في هذا المجال. فريق خاص الحدث رافقهم ونقل أوضاعهم، نتابع هذا التقرير. لكل واحد في هذا المكان قصة وحكاية، ما يجمع بينهم رحلة متصلة من المآسي منذ بدء الحرب منتصف إبريل الماضي حتى اليوم.
كانوا يعيشون في أمان، لكن بين ليلة وضحاها انقلب كل شيء. اللاجئون الأجانب في بورسودان، الصورة تغني عن الكثير. هنا في المخيم ده ما في أي وسيلة أن الواحد يبقى على قيد الحياة. الموية ما بتجي إلا كل 5 أيام، موية شراب ما في، الفطور ما بيجي متأخر، وجبة واحدة في اليوم. يعني ما في أي وسيلة أن الواحد يكون عنده حقوق من حقوق الإنسان. في عندي أنا عدد 470 شخص، نساء وأطفال وكبار سن من عدة جنسيات. في عندي السوريين، مصريين، يمنيين، فرنسية، بريطاني. من يعني الأقلية الموجودة في السودان أغلبها موجودة هنا. أوضاع إنسانية سيئة بالفعل يعيشها الهاربون من معارك الخرطوم هنا في هذه المخيمات التي تعاني من قلة وصول المنظمات. لا مياه صالحة للشرب ولا صرف صحي يعمل، الغذاء قليل والدواء شبه معدوم. هنا لا قيمة للحياة. من بعد العيد لحد هسه ما في أي شيء، يعني حتى إغاثات، حتى أي شيء، ما عم بيجي مواد تنظيف الحاجات النسائية، الحاجات الأطفال، نحن محتاجين كل ده. هذا مأوى واحد ضمن 19 مركزا يأوي لاجئين سودانيين وأجانب الذين وصل عددهم حاليا في مدينة بورسودان إلى 6200. الاحتياجات تتزايد وما يقدم قليل. فالفترة بعد العيد لحد الآن إنه ما في أي إغاثة وصلت داخل المراكز. الأطفال بيعانوا من الحرارة العالية، عملت مشاكل كثيرة، بعض أمراض جلدية. عندنا حوامل كمية داخل المراكز محتاجين لعلاج وعمليات. جينا بورسودان أهو في المخيمات بنعيش وضع سيء شديد. يظنون أنهم يعيشون طفولتهم كما يجب، لذا يلعبون ويغنون. يحاولون تناسي أصوات المدافع والرصاص وتجاهل ما خلفته الحرب من بؤس في حياتهم. لينا يعقوب، الحدث، بورسودان. سياسيا، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن الزيارات الأخيرة لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تسير في إطار برنامج الدولة السودانية. وأضاف عقار أن لدى الدولة السودانية برنامجا وخارطة طريق واضحة للتفاوض من مراحل متتالية. أوضح أن هذه المراحل هي مرحلة الفصل بين القوات، ثم القضايا الإنسانية، والثالثة حل قضية دمج القوات، والمرحلة الرابعة هي العملية السياسية والحل السياسي. وأكد عقار أنه لا يمكن القول إن المحادثات ناجحة أم فاشلة، ولا يمكن إقرار إذا كان الحسم العسكري ممكنا أم لا. ويرى عقار أن الأزمة وصلت إلى مرحلة الحرب ولا يمكن حلها إلا بالمفاوضات أو بالحسم العسكري، منوها أن الطريقة الأقل تكلفة هي الحوار، لكنها تحتاج إلى توحيد المناظر. وللوقوف عند الوضع بدارفور مع تطورات ميدانية كثيرة آتية من هناك، نذهب إلى مراسل الحدث صالح أبو علامة. صالح، مساء الخير لك، نتابع معك تطورات الميدانية بدارفور. مرحبا. تعيش ولاية جنوب دارفور أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، خاصة بعد اشتداد المعارك القبلية في الجهة الغربية الجنوبية من الولاية، تحديدا في المناطق التي تقع حول محلية كتم بجنوب دارفور. هنالك معارك متجددة لأكثر من 3 أسابيع بين المجموعات السكانية هناك. حتى هذه اللحظة الأرقام تشير إلى ما يقارب 300 قتيل وأكثر من 500 جريح أيضا في هذه المعارك القبلية. حتى هذه اللحظة جميع المساعي التي تحدثت عن احتواء الصراع فشلت في أن تحتوي هذا الصراع الذي نشب بين البني هلبة والسلامات في محلية كتم بجنوب دارفور. هنالك مبادرات لقيادات أهلية وهنالك أيضا مساعي محلية، لكن هذه المساعي لم تفلح في احتواء هذا الصراع حتى هذه اللحظة،
هنالك تهجير كبير للقرى الواقعة حول محلية كثم وعمليات حرق أيضا بالكامل لمجموعة من القرى التي تقع حول كابوم. أما في جنوب دارفور في العاصمة في نيالا، الأوضاع العسكرية هادئة في مدينة نيالا منذ أمس واليوم. قوات الدعم السريع في مدينة نيالا تنشط في حملة أسمتها محاربة الظواهر السالبة في المدينة، وقامت بالقبض على مجموعة من أسمتهم مرتادي الإجرام والمتفلتين الذين قاموا بنهب واسع لمنازل المواطنين بمدينة نيالا. ما زالت هذه الحملة مستمرة بالمدينة حتى هذه اللحظة، مع العلم أن مدينة نيالا شهدت خلال الأيام الماضية عمليات نزوح كبيرة جراء المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع. هذا الوضع خلف أوضاع إنسانية أيضا معقدة داخل المدينة، هنالك شبه انعدام للخدمات الصحية، توقف للاتصالات، وأيضا توقف لخدمات المياه، وصعوبة في الحصول على المواد الغذائية بعاصمة ولاية جنوب دارفور. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات زميلنا من دارفور مراسل الحدث صالح أبو علامة. نفى قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور عبد الرحمن جمعة الاتهامات التي فرضت على أساسها الولايات المتحدة عقوبات ضده، وقال إن الولايات المتحدة استندت إلى معلومات مضللة عما حدث في الجنينة وأن قواته لم تشارك في القتال بالأحياء السكنية هناك. عن نفسي أنا يدافع عني مجلس التحقيق، لكن على كل حال أنا ما شاركتها، لكن لو اتهموني هسي الليلة لو داروني أنا ما جبان، لو داروني الليلة بمشي بسافر بمشي لهم قبل بكرة، لكن أنا بطلب من يجون في الجنينة وطلبت من يجون في الجنينة عشان يتأكدوا. الناس اللي ودوا المعلومات دي عبارة عن تلفك وأكاذيب وما من الصحة، وحقهم يسألهم يقول لهم أنتوا الكلام اللي قلتوه ده الدعم السريع سبب فيها؟ هل أنت شفتها قائد قوات الدعم السريع شال بندقية وهو تحرك بعربات وحارب؟ حقهم ما يسألوا الأسئلة دي، ما يتهموني كده. وفي دارفور كشفت حكومة دارفور للحدث أن الوضع كارثي في مختلف ولايات الإقليم، وأن الصراع القبلي اتسع بسبب تدهور الوضع الأمني واستمرار الحرب، وقالت إن إطلاق النار بشكل عشوائي تسبب في زيادة الخسائر والضحايا، مشيرة إلى أنه لا أرقام دقيقة لحصيلة ضحايا الصراع القبلي في الإقليم. وكانت مصادر محلية قد أكدت للحدث مقتل ما يقارب 300 سودانيا وجرح أكثر من 540 آخرين في اشتباكات قبلية بين قبيلتي البني هلبة والسلامات في منطقة كوبم بجنوب دارفور. أحداث العنف القبلي أدت لحرق 36 حيا سكنيا داخل مناطق الصراع. ومن دارفور معنا الآن عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم دارفور مصطفى الجميل. يبدو أنه الاتصال فصل معنا، ولكن سنعود إليه فورا تمكننا من التواصل مع ضيفنا من هناك. وفي هذه الأثناء نذهب إلى ضيفنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني. أستاذ عثمان مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. يعني نبدأ بكل الأنباء المقلقة الآتية من دارفور، سواء من ناحية الوضع الإنساني أو حتى من ناحية الصراع القبلي، هل بدأت الأمور تأخذ منحا رأيناه بسنوات سابقة هناك؟ صحيح، يعني الأوضاع الآن في دارفور تتجه إلى مزيد من التأزيم ومزيد من الوضع السيء جدا للمواطن، ويبدو أن الحرب التي دارت في الخرطوم الآن تلقي بظلالها على دارفور بصورة كبيرة جدا، أكثر كثيرا مما كان في الماضي. يعني الذي تتعرض له دارفور الآن فاق ما تعرضت له في الماضي، علاوة على الاحتراب الكبير بين بعض القبائل على خلفيات كثيرة متراكمة. هناك أيضا واقع إنساني ناتج عن غياب الحكومة التنفيذية، الحكومة المركزية في الخرطوم
أثرت على أداء الحكومات الإقليمية في ولاية دارفور. نعم. نتج غياب كامل للخدمات أدى إلى هذا الوضع الذي يعاني منه المواطن الآن. يعني غياب علاوة على غياب الأمن، غياب الخدمات الطبية وهي الأساسية، غياب خدمات الهاتف والاتصالات، غياب كل شيء. يعني ليس هناك حياة الآن في دارفور، وهذا وضع مقلق جدا، لأن تأثيراته ستتجاوز ما هو موجود في الخرطوم. حتى ولو تم الاتفاق وتسوية الوضع في الخرطوم، ربما لن يكون ذلك ممكنا في دارفور بمعطيات الوضع الراهن الآن. سيستمر إلى حين وجود حكومة قادرة على التعامل مع القضايا الإنسانية الملحة التي الآن تعم دارفور. طيب، ولكن يعني حتى وصلنا إلى هذا الواقع الصعب جدا بدارفور، هناك تحليلات تقول إنه المشكلة أساسا هي من التراكمات التي حصلت بدارفور بالسنوات الماضية ما بعد الحرب، ويعني بقيت دارفور بنفس الحاجات، بنفس المشاكل، بسوء التنمية، بنفس الأوجاع، ولم يحصل هناك أي يعني تلافي لهذا الموضوع، لا من ناحية المصالحات التي حصلت والاتفاقيات التي تلت ذلك، ولا حتى من ناحية تعاطي المجتمع الدولي والدولة السودانية مع ذلك. حتى نفهم أكثر أستاذ عثمان، هل هي أخطاء متراكمة أو هي فقط خطأ هذه المعركة الدائرة الآن؟ لا، هي بالتأكيد أخطاء متراكمة جاءت عليها المعركة الدائرة الآن، لكن هناك عنصر آخر مهم جدا. يعني حتى ولو توصلنا إلى اتفاق سلام في الخرطوم، وحتى ولو تم التغلب على التراكمات الماضية، ستستمر هذه الأزمة. يعني الوضع في دارفور سيستمر بهذا الوضع إذا لم يتم تغيير منهج التعامل مع دارفور. دارفور هذه التي نراها الآن في صوركم هنا هي واحدة من أغنى ولايات السودان. هي دارفور عبارة عن دولة بحجم فرنسا، وغنية جدا بالموارد الطبيعية، غنية بكل شيء، وهذا ليس مجرد كلام نظري، لكنها كانت في يوم من الأيام واحدة من أكثر البقاع التي تزود السودان بكثير من المحاصيل، وفيها وفرة في الموارد الزراعية، الموارد الحيوانية، الموارد المعدنية، وأكثر من ذلك القدرة على صناعة التجارة مع الدول المجاورة. كل ذلك الآن تقريبا محطم بصورة كاملة، حتى المناطق مثل جبل مرة التي تنتج محاصيل غذائية لا تتوفر في جميع أنحاء السودان، كل ذلك الآن معطل بسبب الأوضاع التي ترتبط بالإقليم من حيث البنية التحتية، من حيث الإدارة، رغم توقيع اتفاق سلام في العام 2020 افترض أن هذا الاتفاق وفر إدارة قادرة على التعامل مع الواقع في دارفور، وعلى الأقل بناء مشروعات وتنمية للبنية التحتية، لكن ذلك لم يحدث. الذي حدث هو أنه توفرت وزارات وتوفرت مقاعد دستورية ومزايا وعطايا للذين قادوا تلك الحروب، وأصبحوا هم موجودون بهذه الاتفاقية، بحكم الاتفاقية في المركز وفي القصر الجمهوري، وحيثما توفر لهم مكان آمن. لكن ظل الواقع في دارفور، الذين كانوا في المعسكرات خلال الفترة الماضية لم ينقص عددهم ولا واحد، بل ربما زاد عددهم، بمعنى أنها لم تتأثر على الإطلاق بالاتفاقات، لم تتأثر حتى بالتغيير السياسي من نظام قديم ديكتاتوري إلى ما بعد الثورة، الوضع الذي جاء بعد 2019، كل ذلك لم يغير. معنى ذلك أن هناك مشكلة، الإحساس بإمكانية أن يكون هذا الإقليم قادر على الاكتفاء بنفسه وتقديم موارد، وليس فقط إغاثة لسكانه، إنما طفرة في التنمية تجعل هذا الإقليم واحد من أفضل الأقاليم من حيث المزايا والإمكانيات المادية. طيب، تحدث حضرتك عن المركز، كان في انتقادات كثيرة بالفترة الماضية ما قبل كل هذه التطورات أيام المرحلة السياسية الفعلية، أنه هناك من تم يعني جلبهم إلى المركز، إعطائهم مراكز كما تحدثت عنهم حضرتك من دارفور، وبقي من بقي بدارفور، وكأنه حصل فصل تام بين من ذهبوا إلى المركز وبات همهم المركز ومن ثم الدولة ككل، ومن بقوا وهمهم دارفور. لماذا حصل هذا الشرخ أستاذ عثمان؟ هذا الشرخ مستمر منذ استقلال السودان. كل الذين أتيح لهم أن يكونوا في مراكز القيادة ظلوا دائما مرتبطين بالمركز، حتى فكرهم السياسي يقوم على معضلات ومشاكل المركز، يعني لا تتطور لمواجهة الواقع في دارفور. دائما التفكير مركزي بقضايا المركز السياسية، بقضايا المركز التنموية وغير ذلك، لكنها لم تنتقل إلى دارفور، وهذا ناتج أعتقد من الطريقة التي تدار بها الحكومة بصورة عامة وبالتحديد الولايات.
هناك إحساس دائما أن هذه الولايات فقيرة وأنها غير قادرة على الإنتاج، ولا يضخ فيها أي استثمار أو أي أموال حكومية قادرة على تغيير الواقع فيها. يعني هذه الولايات لا تحتاج إلى كثير، ولايات دارفور بالتحديد هي لا تحتاج إلى كثير، بل بالعكس هي لا تحتاج إلى شيء، لأنها قادرة على إعطاء من يستثمر فيها أكثر مما يستثمره. الذي ينفق فيها الأموال الدولة، أنا أقصد الحكومة أو أي مستثمرين أو أي مشروعات، هي قادرة على إيفاء ما يدفع ما ينفق فيها بأضعافه خلال فترة بسيطة. لكن للأسف الشديد التفكير نفسه، التفكير الحكومي لا ينزع في هذا الاتجاه، فقط ينظر إلى دارفور من الزاوية السياسية، أن تكون وحدات أو ربما في فترات الديمقراطية أن تكون هناك دوائر قادرة للتصويت للأحزاب الكبيرة، أن تكون هناك مجموعات سكانية قابلة أن تعطي الولاء للذين يحتاجون إلى هذا الولاء للبقاء في الخرطوم، الولاء في دارفور لكن البقاء أو الإقامة في الخرطوم. كل ذلك الواقع إذا لم يتغير لن يتغير حال هذا الإقليم الضخم الكبير. لنعود إلى موضوع الصراع القبلي الذي في مخاوف منه الآن، والذي نرى يعني بعض تجلياته بهذه الفترة. يعني ما هو هذا المشكل الموجود اليوم بين القبائل؟ هل نتحدث فقط عن مشكلة قبائل عربية وقبائل أفريقية، أو نتحدث عن صراع أوسع من ذلك هناك؟ لا، يعني هذا ما يريده دائما النخب السياسية المستنيرة، تحب استخدام هذه المفردات، أن هناك صراع قبلي، أن هناك صراع أفريقي عربي، وأن هناك صراعات دائما ذات الطابع مجتمعي، لكن ليس ذلك هو الحقيقة. جذور هذه المشاكل تعود إلى الأوضاع الاقتصادية. دارفور وكل ولايات السودان تنقسم إلى رعاة وزراع. هناك فرق كبير بين حياة الزراع المستقرة في أماكن محددة والرعاة المتجولون من مكان إلى آخر، وتنشأ هناك احتكاكات بفعل هذا التجوال، لأن الرعاة دائما يجتازون أو يتجاوزون مناطقهم إلى المناطق التي فيها الزراعة بأسباب تغير المناخ، بأسباب التصحر، بأسباب كثيرة أدت إلى انخفاض المساحات الخضراء. كل ذلك في النهاية معطى اقتصادي. هناك أكثر من حل، هناك ألف حل لهذه المسألة. هناك إمكانيات كبيرة لإيجاد شكل من أشكال الحياة المستقرة لهؤلاء الرعاة، والفصل بينهم وبين بصورة كاملة من المزارعين، حتى لا يكون هناك احتكاكات دائما مبنية على هذا العنصر. في النهاية تتطور إلى صراع قبلي، لكن جذوره أتت من هنا. يعني عندما يقتتل رجلان من قبيلتين مختلفتين على خلافات حول الزراعة أو المرعى، فإن النتيجة كل رجل يستنصر بقبيلته، ثم تنشأ بعد ذلك احتكاكات قبلية تفسر على أنها ضغائن بين هذه القبائل التي ظلت متعايشة لآلاف السنوات. كل الذي حدث أن هناك متغير اقتصادي، وأن هذه الخصومات لا تجد هناك آليات للتعامل معها بصورة مدنية، محاكم وغيرها، في النهاية تنفجر في شكل صراعات. يقتل في الساعة الواحدة آلاف من الرجال بأسلحة متطورة جدا، يستطيعوا أن يدفعوا ثمن شراء هذه الأسلحة، لكن لا يستطيعوا دفع ثمن البناء والتطور والنهضة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني. انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمشاهد محزنة لحجم الدمار والخراب بحي الخرطوم 2، أحد الأحياء السكنية الشهيرة في العاصمة السودانية. هذا الحي العريق أقامت به كوكب الشرق أم كلثوم إبان زيارتها للخرطوم عام 1968. بلاد الألف حسرة وحسرة، هكذا ذرف السودانيون هذه الكلمات ألماً على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحدقون في الدمار الذي لحق ببلدهم وشوارعها ومنازلها. شموخ هزمته الحرب، وصف أطلقه سكان حي الخرطوم 2، أحد أرقى الأحياء السكنية بالعاصمة، يقع على مقربة من القيادة العامة للجيش، ويفصله خط سكك الحديد عن وسط العاصمة، حيث مباني القصر الجمهوري ومقرات الوزارات السيادية.
سكنه القادة والسياسيون على مر الزمان، كما حلت به كوكب الشرق أم كلثوم ضيفة إبان زيارتها للخرطوم عام 1968. مشاهد اختصرت قصه شعب نام على حال واصبح على حال. فعلى امتداد شارع المطار الذي كان يزهو بالحيويه والحركه، خلا اليوم الا من رائحه الموت في مشهد ابكى من يعرفه واعتاد على ارتياده. أما شارع النيل الذي يربط غرب العاصمة مع شرقها بكثافة أشجار اللبخ العملاقة فيه ومقاهيه المترامية على أطرافه، فقد سكنه الصمت والوحشة إلا من صوت الرصاص وأزيز الطائرات الحربية. أما المشهد الذي لم يغب عن سماء الخرطوم منذ اندلاع الحرب هو هذا المشهد. مي المهندس، الحدث. في الأخبار الليلة، ولكن بعد الفاصل. دور الميليشيات يغير طبيعة نينوى انتخابياً. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أهلا بكم من جديد. مع استعداد العراق لخوض مرحلة انتخابية جديدة، تتجه الأنظار إلى الموصل التي تغيرت فيها معالم المعركة الانتخابية. فالموصل لم تعد ساحة تنافس للقوى السنية فقط كما كانت في انتخابات عام 2013، وهي آخر انتخابات محلية جرت في هذه المنطقة. فالفصائل المسلحة والأحزاب الشيعية التي دخلت على خط التنافس قد تغير المعادلة. فصحيفة المدى ترى أن دخول هذه الأطراف سيقلص حصص الأحزاب السنية الرئيسية في الانتخابات القادمة، وتسود في نينوى ككل حالة أحزاب الظل التي في العادة منقسمة بين معسكرات سنية مختلفة. إذا مشاهدين، الصراع على أشده حول مجلس محافظة نينوى ومقدراتها. فالمحافظة تحظى بموقع استراتيجي وتنوع سكاني وثروات تجعلها مطمعا للأحزاب المتنافسة على مجلس محافظاتها. الموصل لم تعد ساحة تنافس بين القوى السنية كما كانت عليه عام 2013، عندما شهدت البلاد آخر انتخابات محلية. فالفصائل والأحزاب الشيعية دخلت على خط معركتها الانتخابية. في عام 2016 تدفقت الفصائل المسلحة على نينوى مع القوات العسكرية النظامية لقتال داعش الذي سيطر على ثلث مساحة العراق.
عام 2017 أعلنت الحكومة تحرير الموصل من داعش، إلا أن الفصائل المسلحة التي دخلت أبقت على وجودها وفرضت واقعا جديدا على نينوى. ففي مناطق سهل نينوى شرقي الموصل تمنع أحزاب شيعية عبر أذرعها المسلحة الأطراف الآخرين من خوض انتخابات مجالس المحافظات، كما يشير موقع المدى في تقريره. بالمقابل يعتبر النائب عن نينوى محمى خليل قضاء سنجار غير مهيئ أصلا للانتخابات المحلية بسبب سيطرة الميليشيات المولية لإيران وحزب العمال الكردستاني. وبحسب بعض الأحزاب في نينوى، فالميليشيات المولية لإيران تمنع منذ 6 سنوات عودة نحو 80% من سكان المحافظة الأصليين. ومع هذه التغيرات ظهر أكثر من تحالف للفصائل، أبرزها تحالف الحدباء الوطني والذي يعد أكبر تجمع للأحزاب الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي. كما يبرز تحالف الصفوة الذي يجمع ميليشيات العصائب وبدر ودولة القانون. هذا وتشارك ميليشيات جند الإمام ضمن تحالف خدمات، إضافة إلى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم والمجلس الأعلى. تسود حالة الانتخابات المقبلة حالة عرفت بأحزاب الظل المنقسمة على معسكرات القوى السنية المختلفة. كما تشهد الموصل تنافسا انتخابيا بين الحشد العشائري وأيضا الحشد الشعبي الموجود هناك، ليتمحور الصراع الآن على الامتيازات والمشاريع وفق مراقبين عراقيين. من بغداد معنا لمناقشة هذا الموضوع المحلل السياسي حمزة مصطفى. مساء الخير أستاذ حمزة، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى هذا المساء. بحسب بعض المحللين قالوا أنه نينوى ما بعد 2017 لم تعد ساحة سنية، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ نعم، شكرا جزيلا. أهلا بك. الحقيقة الصراع في نينوى يمكن قراءته على مستويين. المستوى الأول هو تغير علاقات القوة بعد دخول داعش لهذه المحافظة، وكانت هي البوابة التي سقطت من خلالها ثلث العراق، وتحررت ما بعد أواخر عام 2017 وانهزم تنظيم داعش. تغيرت علاقات القوة في هذه المحافظة بعد هذا التغير الهام على صعيد القتال ضد داعش، حيث دخلت بالفعل بالإضافة للجيش العراقي والحشد الشعبي تشكلت حشود عشائرية، وكذلك دخلت فصائل مسلحة مختلفة إلى هذه المحافظة وأصبح لها وجود معروف الآن، بعكس ما كانت عليه سابقا قبل عام 2014. كانت نينوى ساحة تنافس طبيعية بين قوى سنية وربما الأكراد خصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني. الآن الموضوع تغير تماما، فأصبحت قوة جديدة على ساحة نينوى متصارعة ومتنافسة. والمستوى الثاني هو الذي يؤدي إلى هذه النتيجة، وهو الصراع أو التنافس على مجالس، على مقاعد مجلس محافظة نينوى اللي هي يمكن 29 مقعد، والتي تتنافس عليها كل هذه القوى السياسية. يعني ربما محافظة نينوى هي الأكثر من بين كل المحافظات العراقية التي يجري فيها تنافس من خارج حدودها. يعني ليس فقط القوى السنية في الموصل هي التي تخوض هذا الصراع، إنما قوى شيعية كثيرة دخلت على هذا الخط، وكذلك قوى سنية أخرى من غير محافظات. يعني عادة القوى السنية التقليدية تحتكم محافظات معينة، كل قوة لديها محافظة معينة. هناك قوة معروفة في الأنبار، في صلاح الدين، في ديالى، في كركوك، لكن كل هذه القوى بعد أن وجدت أن التنافس في نينوى أصبح عابر لأشياء كثيرة هي الأخرى أيضا دخلت عبر مسميات مختلفة، قسم منها ذكرتها في التقرير والقسم الآخر يعني لم يذكر. كل هذا التنافس في نينوى، طيب عندما نتحدث بهذا الإطار، منها موقع هذه المحافظة المهم. نعم،
يعني والتاريخ الأخير لها. بس أيضا أستاذ حمزة ذكرت موضوع الأحزاب التقليدية السنية وغيابها الآن على المشهد، هذا يدفعنا للسؤال حول أحزاب الظل التي يسأل عنها كثيرا. يعني هذه الأحزاب التقليدية ربما لم تعد موجودة بهذا المسمى أو لم تعد قوية بهذا المسمى، لهذا السبب تلجأ إلى أحزاب الظل، أو أنه اليوم الناس تقبل أكثر أحزاب أخرى وليس الأحزاب التقليدية؟ كلا الأمرين صحيح، ولكن في نينوى تحديدا عندما يعني يشكل حزب سني هو قاعدته مثلا في محافظة الأنبار أو في صلاح الدين أو في كركوك أو في ديالة، يعني كل هذه المحافظات تقريبا يعني ذات غالبية سنية إلى حد ما، في نينوى كل هذه القوى السنية في هذه المحافظات تجد لها أو بدأت تجد لها نفوذ، ولكن عبر أحزاب ظل باعتبار أحزابها التقليدية تخوض الانتخابات في مناطقها في هذه المحافظات. كذلك الأحزاب والقوى الشيعية هي الأخرى دخلت على هذا الخط تحت أيضا ذرائع ومسميات مختلفة، باعتبار بعض مناطق نينوى مثل سهل نينوى هي منطقة صراع وأيضا منطقة متنازع عليها، تضم عرب شيعة وعرب سنة وتضم أيضا أقليات دينية كلدو أشوريين شبك أزيديين غيرهم. كل هذه الأمور جعلت من نينوى ساحة للتنافس والصراع، وبالتالي ايضا دخلت في ساحه اخرى على صعيد حتى التدخلات الدوليه والاقليميه، باعتبار هذا الموضوع ايضا له امتداداته بين ايران من جهه وتركيا من جهه والامتداد عبر سوريا من جهه اخرى. كل هذه الامور دخلت في هذا التنافس الذي الان يعني نعرف من خلال ما ستسفر عن نتائج الانتخابات المحليه القادمه من الذي ستكون له يعني سيكون له مثلا ارجحيه في تلك المجالس. على ضوء تلك الارجحيه ممكن تتحدد مناطق النفوذ الجديده من خلال احتكار مجلس المحافظه لهذا الطرف. بس هل يمكن يعني القول ذلك عننا يعني انتظار نتيجه الانتخابات بوقت اليوم انه في انتقادات كثيره انه عدد هائل من السكان الذين نزحوا عنها مع سيطره داعش عليها لم يعودوا؟ هناك تقديرات تذهب الى 80%. نعم، هذه معظم 80% تقريبا تعود إلى منطقة سنجار اللي هي قضاء مختلف عليه، وهذا القضاء مشكلته قائمة منذ فترة طويلة، خصوصا بعد سيطرة حزب العمال الكردستاني عليه تقريبا سيطرة شبه تامة بعد تحرير داعش، عندما هجر الأزيديون بسبب أن تنظيم داعش قسى على الأزيديين بشكل يختلف عن كل المكونات العراقية، والذين أعادوا قسم كبير من أهالي سنجار الأزيديين هم البككة أو حزب العمال الكردستاني، بينما بقي أهله أصليون خارج هذه المنطقة ولا يزالون خارجها، والصراع محتدم في هذه المنطقة بين عدة قوى سياسية، خصوصا أن حزب العمال الكردستاني مختلف على وجوده في العراق، هو الذي تصنفه الحكومة العراقية وقوى كثيرة على أنه حزب إرهابي، كذلك تركيا تصنفه كذلك، ولكنه أيضا يستند إلى قوى داخلية تؤازره ولديه ارتباطات مع قوى وجهات سياسية عراقية مختلفة. كل هذه الأمور تجعل من الوضع في نينوى مرتبك جدا ومختلف ومتصارع ومفتوح على كل الاحتمالات. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من بغداد، المحلل السياسي حمزة مصطفى. نذهب إلى فاصل أخير، من بعده نتابع في الأخبار الليلة النهضة في انحدار. اشتباكات أسفرت عن مقتل 27. مشهد الاختطاف يتكرر بالدولة الليبية. هذه المسألة ستتكرر طالما أن السلاح منفلت في أيدي غير منضبطة. جهاز الردع كان قد سلم محمود حمزة. الاشتباكات لا تزال مستمرة. هناك أطراف تريد أن تفرض نفسها. إذن هل أوامر القبض طلعت من أجهزة الدولة؟ الصراع هو صراع نفوذ. ما شكل طريقة تسليم آمر اللواء 444؟ ولا توجد في ليبيا موزع عسكري حقيقي.
المتفقين. كيف يمكن وصف الأجواء الآن؟ هذه الميليشيات تتفق على هدف واحد وهو رفض قيام الدولة الليبية. إلا بد أن تكون هناك سلطة واحدة في طرابلس وبعدها يمكن التسوية على مستوى ليبيا بشكل كامل. ليس هناك جهة محايدة في ليبيا سيدي. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سأل كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. قررت النيابة العامة في تونس إجراء البصمة الصوتية للتثبت من التسجيل المنسوب لرئيس حركة النهضة بالوكالة منذر المنيسي بعد يومين من اعتقاله من السلطات، وفق ما أكده محاميه في تصريح للإعلام المحلي. يأتي هذا القرار وفق ما ذكره المحامي بعد نفي الونيسي قطعيا علاقته بالتسجيل الصوتي المسرب وبمحتواه ومضمونه، مشيرا إلى أنه لا وجود حتى الآن لتهمة موجهة لموكله حتى يتم التثبت من الصوت، معتبرا أن قرار إيقافه كان مستعجلا وليس له أي سند قانوني دائما على حد تعبيره. وتسريبات أنا ما نعرفش الحق من جاية وكل ما تحديات كبيرة تواجه النهضة وأعاقت عودتها إلى المشهد السياسي ووضعتها في أزمة، من صراع الأجنحة داخلها إلى الملاحقات القضائية التي طالت أخيرا رئيسها المؤقت ورئيس مجلسها للشورى. فبعدما أضاعت حركة النهضة الإخوانية في تونس بوصلتها الشعبية، ضلت طريقها في العودة إلى المشهد السياسي ككل. عامان على إبعادها عن السلطة، لم تستطع الحركة ترميم وترتيب بيتها الداخلي، بل زادت معاناتها في ظل توقيف رئيسها المؤقت منذر الونيسي ورئيس مجلس شوراها. لكن قبل توقيف الونيسي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا يتحدث فيه عن صراع أجنحة داخل حركة النهضة يهدد بنسف ما تبقى من هياكلها. في التسريبات الصوتية المنسوبة له هاجم عائلة راشد الغنوشي وقيادات النهضة كاشفا عن وجود فساد داخلها. التسجيل المسرب أشار فيه الونيسي إلى تلقي عدد من عناصر النهضة تمويلات من الخارج، متهما ابن الغنوشي وصهره بالسعي لقيادة الحركة من الخارج. وأكد الونيسي في التسجيل المنسوب له سعي أطراف لتوريط الحركة، داعيا إلى القيام بمراجعات وإعادتها إلى مسارها الصحيح بعيدا عن الحسابات الشخصية. وأضاف الونيسي أنه عندما أمسك بقيادة الحركة علم أشياء غريبة وعجيبة، وأنه سيعمل للحفاظ على مكانة الحركة التاريخية بحسب تعبيره. كشف الونيسي في التسجيل الصوتي المتداول عن جملة من اللقاءات جمعته ببعض رجال الأعمال كان هدفها بحث طرق استعادة الحركة لموقعها في المشهد السياسي، كما أن مصير مؤتمر الحركة المقبل المؤجل منذ أكثر من عامين لا يعرف حتى الآن، إذ أعلن مجلس الشورى مرة أخرى تأجيله إلى أجل غير مسمى، معلنا بذلك استمرار المرحلة المؤقتة، في حين تعمل قيادة حركة النهضة من دون مقرات بعد غلق مقرها المركزي في العاصمة منذ 18 من إبريل الماضي وإخضاعها للتفتيش من قبل السلطات. لكن متابعين للشأن السياسي التونسي يرون أن الانشقاقات في صفوف الإخوان دائما ما كانت تتمحور على المصالح والأموال.
على كل، لنفهم أكثر هذا المشهد وهذه المعطيات نستضيف من العاصمة التونسية المحلل السياسي التونسي خليل الرقيق. أستاذ خليل مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا دائما في الأخبار الليلة. مرحبا. يعني بداية النهضة تحاول أن تشيع، أو حتى محامي الونيسي يحاول أن يشيع، أنه هذا الفيديو المسرب له هو فيديو مفبرك. إلى أي مدى هناك إمكانية فعلا لتحقيق بهذا الموضوع؟ هو في الحقيقة التحقيق بهذا الموضوع سيتم بالطرق العلمية التقنية التي تدركها جيدا الجهات القضائية والجهات الفنية ذات الصلة، ولكن هناك معطى في الأمر، وهو أن الصحفية المعنية التي كانت طرفا في الحوار مع السيد لونيسي أقرت وأكدت أن الصوت هو صوته، وأنها تتحوز على تسجيلات أخرى ربما تتضمن معطيات أكثر خطورة وأكثر خطورة جدا من التي ذكرها. وهذه المعطيات أستطيع القول وهناك الترجيحات أن تكون كلها بحوزة الآن الجهات القضائية بطريقة أو بأخرى، و مضمونها يتعلق بمسائل ذات مساس بالأمن القومي. إذن هناك مرحلتان، مرحلة التحفظ على لونيسي حتى النظر في البصمة الصوتية أي تطابق الأصوات، ثم مرحلة أخرى سيتم فيها البحث في مضمون الكلام الذي يحيل مباشرة إلى مسائل تخص تبييض الأموال، إلى نعم. مسائل تخص التآمر على الدولة وتهديد الأمن القومي. نعم. طيب بالنسبة للصراع الداخلي، يعني بكلام الونيسي الحديث عن صراع أجنحة، الحديث عن كل هذه الأمور، وحتى الحديث عن يعني صراع قيادات اليوم، هل فعليا الونيسي يحاول الدفاع عن موقعه فقط، أو نحن أمام صراعات خفية غير معلنة أخطر بكثير من فقط الحفاظ على المواقع الآن؟ هناك صراعات، لكن هل حقيقية أم مفتعلة؟ هذا كلام آخر، لكن لنبدأ بهذا المعطى. ما قاله لونيسي هو الثاني تصريح من نوعه لقيادة نهضوية حول الدور المشبوه لابن الغنوشي ولصهر الغنوشي في الإتيان بأموال غير مشروعة إلى الحزب. هذا مهم جدا، بمعنى أن مسألة تبييض الأموال في حركة النهضة ومسألة المحسوبية ومسألة الفساد المالي لم تعد مجرد تقييمات خارجية، بل هي آتية من أطراف نهضوية قيادية. لنأتي الآن، الونيسي من هنا، الهاروني من هناك، الصراعات والصراعات الخفية. نعم. أكاد أزم، وهذه تحاليل لخبراء في تونس، أن الغنوشي من داخل سجنه يقود كل هذا. أولا، السيد لونيسي هو الطبيب الخاص لرأس الغنوشي، السيد لونيسي مقرب جدا من رأس الغنوشي ومعين من طرفه في الرئاسة المؤقتة للحركة. ماذا يفعل لونيسي؟ لونيسي يوحي في كلامه بأنه الشق التفاوضي لحركة النهضة، بأنه الشق الذي ينتظر لفتة من الرئيس قيس سعيد ومن السلطات حتى يطبع الأمور وربما يعترف بالأمر الواقع. لكن في المقابل الغنوشي يقود شقا آخر تركه لجبهة الخلاص، وهو ما يسمى بشق المقاومة، بمعنى الشق الذي يعتبر أن ما حصل في تونس انقلاب ويشتغل إلى جانب المعارضة الراديكالية بين ظفرين. نعم. للحلول محل السلطة والعودة إلى السلطة. وهناك أيضا الغنوشي يقود شقا آخر هو ما يسمى بالشق المدلل أو شق الخارج، والذي لم يدخل حتى إلى السجن في التسعينات وغيرها. هذا الشق يقود تحركات في الخارج لإيجاد ضغوطات دولية تحرج السلطة التونسية وتحاول أن تصب في مصب عودة حركة النهضة على الأقل إلى المشهد السياسي. ما نراه الآن في الحقيقة بصراعاته الخفية أو المفتعلة أو غيره يشير إلى حركة قد انتهت بمفهومها القديم، بمعنى بس أستاذ خليل، يعني هناك ما يقول أنه نعم. الحركة لم تنتهي بقدر ما أنه نعم. اليوم يتم وضع كبش محرقة أو يتم وضع اللوم على شخص واحد، وبالتالي الغنوشي، يعني سواء الحديث عن ابنه أو صهره هذا سينعكس عليه بدرجة أساسية، والقول أنه لنضع كل شيء نعم. تهم الفساد، الموضوع السياسي، كل ما حصل بسنوات الماضية على الغنوشي، ويعني يستمر الحزب بعمله وربما يمكننا خلق شخصيات جديدة، هذا بواقعي أو لا؟ هو في الحقيقة أريد أن أوضح شيئا ما، يعني حزب يشتغل على مؤتمر وعلى شقوق وغيره، ومقراته الآن مغلقة بقرار قرار إداري بموجب قانون الطوارئ،
وقياداته تحقق في قضايا أقلها تبييض الأموال وأكثرها التسفير والتنظيم السري والمساهمة في الاغتيال. بمعنى هذا لماذا قلت أن الحزب قد انتهى بالمفهوم السياسي التقليدي، لكن الحزب يلعب على هذه الواجهات. الغنوشي يلعب على السيناريوهات. الغنوشي مثل ما فعل مع بن علي من قبل بإرسال مراسيل ومحاولة التقرب منه ومحاولة إيجاد حلول، يفعل الآن مع الرئيس قيس سعيد، مع اختلاف بسيط هو أن الرئيس قيس سعيد أثبت أنه غير قابل للمساومة. الرئيس قيس سعيد تعرض إلى ضغوط داخلية وخارجية من أجل عدم وضع الغنوشي في السجن وعدم محاسبته، لكن لم يفلحوا في ذلك. الرئيس قيس سعيد يعني كابد ضغوطات كثيرة من جهات دولية مختلفة حتى يعود البرلمان القديم، لكنه لم يعد، وقعت انتخابات جديدة. النهضة اصطدمت الآن بربما سلطات 25 جويلية بموقف ثابت أنها ستتجاوز هذه المنظومة القديمة، ستفككها بحدائقها العلنية والخلفية وأيضا بالهياكل الإدارية التي ساهمت في تغلغلها في تونس الآن وتعطيل المرفق العام. وأريد أن أذكر بأن السيد عبد الكريم الهاروني والسيد حماد جبالي الذي كان في ثكنة العوينة يبحثون الآن فيما يسمى بالشعار العام كالتطهير الإداري في الانتدابات العشوائية التي أغرقوا بها الوظيفة العمومية بالمحسوبية والمحاباة وبالشهائد غير العلمية غير الحقيقية وغيرها. حرب شاملة ضد تركة هذا الحزب على المستوى التنظيمي وأيضا على المستوى الإداري والهيكلي، ولا أعتقد أنها ستقبل مناورات كالتي يقوم بها الغنوشي الآن بتعديد الشخوص وبعناوين مختلفة، هذا شخص مفاوض وهذا شخص مقاوم وهذا شخص من الخارج وغيره. أعتقد أنها في طريق مسدود. والآن بدأت محاولات من طرف نهضويين خرجوا من الحزب قبل 25 جويلية يريدون إنتاج نهضة جديدة بنسخة مخففة توحي بالمدنية كعبد اللطيف المكي وغيره، يعني قيادات مختلفة. يريدون أن ينبعث هذا الحزب بشكل يتصالح نوعا ما مع الوضعية الحالية. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من العاصمة التونسية، المحلل السياسي التونسي خليل الرقيق. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الأخبار الليلة، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.